اهلا وسهلا بكم في ما شغلتوا لهذا. طيب اهلا وسهلا بكم في يا هلا بالعرفج او مع يا هلا بالعرفج. هذا اسمها الجديد مع موسمنا الجديد. هاي ثاني حلقه. واهلا وسهلا بك دكتور. اهلا والله. بس ترى جبتوا لي قهوه وانت تعرف اني ما اشرب قهوه. القهوه هذه من علامات الباديه القديمه وهي مويه مره وحاره ولا استسيغ. انا هذه الشاذليه هذه ما فيها هيل وما فيها زعفران ما تضر يعني. لا هاي يقول لك الدله اللي ما تبهر من الهيل مثل العجوز اللي خبيت النسمة. طيب علشانك بشربها بس. فبدل ما تاكل علك وتقعد كذا ووضعك يصير الاجتماعي طيب. بلخبطه تاخذ قهوه مهيله طيب. وتغير لك السيستم. خلاص حسبنا الله ونعم. والشاي جنبها يعني. طيب راح نبدا بالاخبار. نعم. المره هذه عشان في اكثر ملاحظه جت انه ملوا الناس من الورق وكذا من اكثر من صديق ومتابع. واعتقد انه كمان انا ادائي لخبط الدكتور كذا ويشعر انه ستايلنا قديم ومتطور عنا. فهذه المره راح تكون الاخبار نقول عنوانها وبعدين مسجله هي مقروءه ومنتجه. خبر الاول في الوطن تعليم حائل لمدرسه حاتم لا تستخدم الطائي. نتابع من صحيفة الوطن تعليم حائل لمدرسة حاتم لا تستخدم الطائي. شدد مدير عام إدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل عبد الله المسند على إدارته بالتقيد بالمسميات الصحيحة المعتمدة بالقرار الوزاري لمدرسة حاتم الابتدائية، مطالبا بعدم إضافة لقب الطائي لاسم مدرسة حاتم الابتدائية لأن ذلك مخالف لاسم المدرسة الصحيح وهو مدرسة حاتم الابتدائية. وأكد المسند على التقيد والالتزام بالاسم المعتمد من الوزارة في جميع المعاملات الرسمية للمدرسة، وكذلك تعديل قواعد البيانات الورقية والإلكترونية وفق المسمى الصحيح. تعرف هاي ذكرتني بتعرف حاتم؟ ايه على نعم. نفسي أعرف منو حاتم اللي ما يكون. دحين أقول لك منو حاتم. أنا تصدق يا أخي هذا الخبر ذكرني بأم العروس اللي فاضية ومشغولة في نفس الوقت. يعني إمارة حائل تعليم حائل تذكر قبل أشهر أثير حوله مخالفات مالية وتجاوزات إدارية ومركزين لي على اسم بسيط قضية. إحنا أنت الآن لما تقول حاتم وتلغي الطائي، ليه ما تلغي كمان نادي الطائي في حائل؟ ليه ما تلغي الأحاديث اللي وردت فيها كلمة حاتم الطائي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سفانة بنت حاتم الطائي عفى عنها قال دعوة فإن أباها كان يدعو لمكارم الأخلاق. أنا والله شفت اسم حاتم بديت أخمن عندي تعرف مجموعة من الأصدقاء فقلت يمكنها مدرسة حاتم خيمي، ممكنها مدرسة حاتم المرزوقي عضو مجلس الشورى الدكتور، ممكن حاتم الرويس، ممكن يعني أنت تعرف كم حاتم الزهراني، ما تعرف كذا أصدقاء حاتم. فأنا ما أدري حاتم مين هذا. ولا حاتم هو من مدير الوطن من الخارج. حاتم يعني لا عد في الخارج وفي الده. فهذا اسم نكرة. قرار وزاري أنا معك القرار وزاري، لكن القرار وزاري بني على حيثيات كانت متعصبة جدا في فورة. يعني مو معقول الآن نحن لا وبعدين لا بس لحظة شوف في الفترة هذه صار في موضة التخويف. أحسنت. عشان لما نتكلم عن الوطن يجيك أحد يخوفك به. القرارات ترى أحيانا بعضها والتوجيه يبنى على رأي بعض الجهات بالضبط. اللي هي عندها توجهات بعيدة عن الواقع خايفة. يعني في مدرسة ابن سينا يطالب بإلغاء، مدرسة أبو نصر الفارابي يطالب بإلغاء. هذولا لا يعني أنهم قدوة، يعني أنهم رموز في الثقافة العربية. لا يعني أنه ما في أحد تستطيع أن تأخذ قدوة لك 100% إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى الصحابة عليهم ملاحظات، أنت عليك ملاحظات، ما في أحد مجمل. لكن أنت تأخذ حاتم الطائي في موضوع الكرم، تأخذ أبو نصر الفارابي في موضوع القانون والصيدلة، وتأخذ ابن سينا في الطب في جانب من جوانب، ما في أحد تستطيع أن تأخذه بكت. فإحنا نسميها مدرسة حاتم خيمي. ما ادري بندور لاعب اجل في الطائي اسمه حاتم، اقل شيء عشان هالحائل ما يزعلون طيب جزء من الموروث العربي. حاتم الشمري صديق لي ابو حاتم الشمري، ذاك ابو حاتم. يلا نكمل. طيب نروح للخبر الثاني في صحيفة الشرق. صحيفة الشرق العباءات تقفز فوق حواجز الشرع والعرف بتصميمات جريئة. من صحيفة الشرق وفي تحقيق صحفي للزميلة سارة القحطاني ناقشت تصاميم العباءات النسائية الحديثة وتقبل المجتمع لها، حيث قالت تبدو التصميمات المستحدثة من العباءة النسائية مثيرة لتساؤلات باتت تقليدية من فرط ما طرحت، لكن اعتيادها لا يعني تجاهلها،
فكثير من الفتيات أصبحن يبحثن عن شيء جديد دائماً يلفت إليهن الأنظار ويجلب لأسماعهن عبارات ثناء وإعجاب يفتقدنها في محيطهن الأسري. ومن أبرز الآراء في التحقيق قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل: الحجاب يجب أن يحقق مقاصد الشرع ومخالفته إثم. أما المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف في منطقة عسير عوض الأسمري قال أن الهيئة تتابع الأسواق وتتعامل بوعي مع ما يسيء للدين. وقال استشاري الطب النفسي الدكتور فهد المنصور أن المبالغة في الاهتمام بالمظهر يحتاج إلى احتواء وعلاج. تفضل. شوف، اللي لفت نظري في الموضوع وهو الهوس، هوس الفتيات في إبداء روح الاختلاف أو التميز حتى لو بطريقة الشكل. أنت إذا أسماء، يعني أيامنا ذيك الأيام كان في عبايتين ثلاثة وكانت توضع على الكتف والخلاف حول هي الكتف أو غير الكتف، عباية مخصرة. الآن في التقرير هذا اللي عدته جريدة الشرق عندك العباية الدولفين، الخفاش، المزركشة، المغربية أو الجلاكسي، مجموعة عبايات. والغريب في التحقيق أنه كان الأمل بالأم أنها تنصح البنت، وإذا بالأم تتحول وتستجيب لرغبات البنت وتصير هي تصنع عباية بمستوى عباية الفتاة. أنا تفسيري الشخصي الموضوع الفوضى اللي في العبايات، تفسيري الشخصي أنه كان في محاولات اللي تخلع العباية، فطال الطريق ولم تخلع العباية فتحولت العباية إلى فستان، ولذلك تعددت الألوان فيها. عاد تدري أنا خايف يصير في العبايات أزمة مصطلحات، بمعنى تشوف في أشياء عندنا في السعودية عادي لو تصير، بس لما يصير في تصنيفات والمصطلحات يصير في رهبة. يعني مثلا هذا زي الخفاش ولا الدولفين. نعم. ولا مثلا الفراشة فراش. عمليا واسعة هي ترى، فبالتالي هي تمشي مع الشرع، بس أنه لو قلت لهم فنقترح يعني يشوفون مسميات يعني. بس في ملاحظة كمان أضيفها الآن، أنا أعتقد أن الأسعار حترتفع، أسعار العبايات بعد ما قرر التلفزيون أن المرأة تخرج مذيعة. ما سمعت المشر هذا ان المراه تخرج بعبايه، فانا اعتقد حيكون في ماراثون في لبس العبايه. لا، ماراثون موجود. بعدين العبايه لها فوائد كثيره، شفت مقال اليوم الاستاذ تغريد التميمي. نعم نعم نعم، انها تستر الشحوم قبل ستر الجسد. صحيح. فيعني زي المشلح للرجل، ترى المشلح للرجل يعني بعض الرجال بس مو كل الناس يلبسون مشلح. بعدين المشلح ترى يعني له ظروف ولا تعتدي على المشلح. لا ما اعتدي انا، لانه حتى المشلح في تصنيفات الا حق يعني حق الكادحين ذا ابو ديك. لا والله انا ما اعتدي. انا قبل فتره رحت لاماره الرياض ولقيت قبال الاماره محل مكتوب يوجد لدينا تاجير مشالح فاخره، فاحترمت المشلح وعرفت انه له قيمه كبيره ما دام في تاجير، لان الناس ما تستطيع تشتري مشلح ب 50 60 الف، لكن تستاجر الساعه ب 200 ريال حتى يعطيك هيبه وابها. وانا ما عمري لبست في حياتي على فكره مشلح، لاني اعتبره من يعني الاوزار الثقيله على البدن. نعم، يجيك أيام. طيب، راح نروح الخبر الثالث أيضا من الشرق. وزارة العدل شركات لتنفيذ أحكام القضاء. من صحيفة الشرق: وزارة العدل شركات لتنفيذ أحكام القضاء، وسنبعد الصغار عما يؤثر على نفسياتهم. كشف وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود لصحيفة الشرق أنهم يعدون لوائح لإدخال شركات لتنفيذ الأحكام القضائية لتكون سنداً ورافداً مهماً لقضاء التنفيذ، وقال إنها ستنطلق خلال العام المقبل بإذن الله. وأضاف: نحن الآن نعد لوائح توافق ما توصل له قضاء التنفيذ عالمياً، مؤكداً أن انطلاق مثل هذه الشركات سيكون إضافة قوية ونقطة تحول في قضاء التنفيذ. تفضل. شوف، هذا الخبر جميل. اولا الخبر هذا فيه اعتراف ضمني ب خلينا نقول قله التنفيذ او البطء في تنفيذ الاحكام. مثلا انا اعرف ناس عندهم سكوك من سنتين ثلاثه ولم تنفذ، صك صادر من المحكمه ولم ينفذ، فهذا اعتراف جميل. ايضا انا اقترح ان الشركه تكون ارامكو، لانه واضح ان نحن اصبحنا الان نعيش عقده اسمها ارامكو. جامعه كاوست الان تشرف عليها ارامكو، ملعب جده بضم الجيم يشرف عليها أرامكو. أخونا بتال القوس كتب تغريدة قبل كم يوم قال: لماذا لا يوكل تحكيم المباريات في الدوري السعودي إلى أرامكو؟ هذه أيضا تنفيذ أحكام القضاء، أنا أقترح أنها تحال إلى شركة أرامكو لعلها تسرع في تنفيذ الأحكام. تحس غازي القصيبي أوائل الثمانينات وآخر السبعينات. بالضبط بالضبط. لا بس شوف، وهذه مشكلة تصدق،
مع كثر التكثيف والإيمان بأرامكو عدهم يعني قل أداء أرامكو. نعم. يعني نخاف أن نضيع الثنتين يعني مستقبلا. لا، لأنه إحنا حبينا أرامكو ومن الحب ما قتل، فألزمناها وكلفناها بأشياء كثيرة، وبالتالي تعرف أنت ما تستطيع أن تشرف على يعني على عدة أجهزة بنفس الجودة، لابد أنها تأخذ من وقتك. لكن أتمنى أن يكون في شركات تضاهي أرامكو، أو بالأصح تعطى الفرصة لشركات. قد يكون هناك شركات لكن ما أعطيت الفرصة. مو معقول أن إحنا دائما نستعين ب يعني إيش يسمونها زي ناصر الجوهر تصير أرامكو، كل ماذا يلا فزعة تجي أرامكو. والله تعبوه ناصر الجوهر. أي الله يكون في عونه. وبعدين يا أخي وين الأجهزة؟ ليه ما تشتغل الأجهزة الأخرى؟ ليه ما يتفعل؟ إنك لما تجيب شركة كأنك أنت يائس من حل الجهاز اللي يقوم بالمهمة. لما الجهاز نفسه يفعل جهاز تنفيذ الأحكام بأي شكل كان. عموما شوف، ما دام جبت طاري ناصر الجوهر، نعم، يعني أثبت ناصر الجوهر أنه ما له علاقة، مو بالسبب في المشكلة مع الزمن. يعني أثبت ذلك. يعني بس التاريخ حرام يا الرجل. طيب نروح لصحيفة اليوم. الخبر: رئيس الهيئة قريبا عقوبات لأعضائنا المخالفين. متابع من صحيفة اليوم: رئيس الهيئة قريبا عقوبات لأعضائنا المخالفين. نفى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ أن يكون لدى الهيئة أي قضية فساد، وتطرق في ختام تصريحه للقضايا التي رفعتها الهيئة ضد أشخاص أو مؤسسات، وأوضح أن القضية ليست رفع دعاوى بل قضية إنسان صاحب مبدأ وخلق. وأعلم أن من يقرأ خبر قذف أي إنسان فإنه يقع في إثم الناقل للخبر، لافتا إلى أن السبق الصحفي لا يبرره الاستعجال في النشر قبل معرفة الحقيقة والتأكد من صحة الخبر. هذا حقيقة يعني دائما يفاجئنا معالي رئيس الهيئات الجديد بتصريحات أخاذة وجميلة. كوننا أنه يعترف ويقول قريبا سيتم محاسبة الناس أو يعني معاقبة المخطئ، هذا شيء جميل، لأنه يعني لا أحد يستطيع أنه يجزم أنه أي إدارة في السعودية، أي جهاز في السعودية ما يرتكب أخطاء ولا في فساد، هذا مستحيل. نعم. كل جهاز فيه فساد، ولكن القصد تضييق نطاق الفساد والسيطرة عليه. الهيئة أصبح يعني طيلة 40 سنة لم ينتقدها أحد، وكانت منزهة عن الخطأ أو الفساد. الآن الرئيس فاجأنا وقال لا سنحاسب، وأنا أتمنى، لأنه هو في الأخير لما تناقش الهيئة يقول لك نحن جهاز إداري، تحاسب الشرط وتحاسب يحاسب التعليم وينتقد، الهيئة ضمن الأجهزة تنتقد، ولا ويجب أن لا نخون من ينتقد القضاء أو ينتقد الهيئة أو ينتقد، لأن كلها أجهزة فيها بشر يعملون، البشر دائما مظنة الخطأ، يجب إحسان الظن بالناس. احنا مشكلة الآن يعني شفت اليوم بالمصادفة جت 4 أخبار أو 5 عن التيار الديني مثلا، لا نستقصد أحد، بالعكس أنا أقول لك أن الأخطاء موجودة في المرور وفي التعليم وفي الصحة، وتحس صحة أمس أنت كنت منفعل علينا وأنا دفعت الثمن، لأني بعد ما تعشيت أنا وياك كنت زعلان بسبب موضوع أخطاء الصحة. نعم. لا أنا بس يزعل. يزعل يعني قصدي أنه كل الأجهزة تخطي ويجب أن تنتقد كلها، ولا طيب. أحد يخون أحد. طيب راح نروح فاصل أول في هذه الفقرة ونعود. طيب أهلا وسهلا بكم من جديد. الوطن: كاتب عدل يستأنف مسلسل تزوير الصكوك. نتابع من صحيفة الوطن: كاتب عدل يستأنف مسلسل تزوير الصكوك. ألقت الجهات المختصة القبض على كاتب عدل متهم بتزوير صك مخطط جنوب جدة عن طريق زيادة مساحته النظامية عبر إدخال مساحات أخرى على الصك الأساسي. وعلمت الوطن من مصدر قضائي مطلع أن نتائج دراسة كشف التزوير أحيلت للجهات المختصة للتحقيق مع المتهمين بتزوير الصك، وأن الجهات الأمنية ألقت القبض على كاتب العدل المتهم الأسبوع الماضي. تعليق كيف بس شخصية ولا لا؟ لا ممتاز. لا لأنه أخواتي قالوا لي شخص أكثر. شوف هنا أنا حلعب على اللغة يا أبو سعد، أنا ما يعني الكلام. زمان كنا لما نسمع أنه كاتب عدل زور كنا نهرع ونفجع، نتصورها كارثة. الآن يقول لك يستأنف، يستأنف معناها الاستمرار والتمادي وبدون خوف
من رقيب أو حسيب. هذا اللي يهمني في الخبر، أما البقية فأنت صار عادي الوضع. صار عادي. طيب نروح للحياة. الشؤون الإسلامية تشكل لجنة للنظر في جوامع الخبر بعد تقرير نزاهة، نتابع. من صحيفة الحياة، الشؤون الإسلامية تشكل لجنة للنظر في جوامع الخبر بعد تقرير نزاهة. يعتزم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية تشكيل لجنة مكونة من عدد من المسؤولين فيها للنظر في الشكاوى المتعلقة بجوامع محافظة الخبر التي أخذت حيزا من الأهمية مؤخرا بعد دخول هيئة مكافحة الفساد نزاهة في شهر مارس آذار الماضي ورفعها لتقرير يتضمن ملاحظات مالية وإدارية. نزاهة. آية نزاهة. لا يعنينا نزاهة، خلينا في الموضوع هذا. أنا أعتقد أنه أكبر جريمة يا أبو سعد كما ورد في التقرير أنه يكون هناك إمام يأخذ راتب ولا يقوم بأداء دوري، لأنه تعرف أنت الإمام قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا مؤذنين، أيضا عقود صيانة ونظافة. هذه بيوت الله، إذا أنت تلعبت في عقود نظافتها وصيانتها فأنت يعني تسرق بشكل مضاعف، وليس في سرقة عادية وفي سرقة مضاعفة، هذه سرقة مضاعفة. أنا أتمنى أنه هذا الموضوع يشدد فيه أكثر، وأيضا أشكر يعني الإدارات اللي تعترف، لأن احنا مشكلتنا في الإدارات أنها ما تعترف. يعني أخيرا مع أنه الخبر يقول أنه المواطنين اشتكوا كثير، ولكن الإدارة كانت تواجههم بالصمت حتى جاءت نزاهة وحركت الموضوع. طيب نروح لعكاظ، 50 مثقف وإعلامي مجموعة واتساب على رأسهم الوزير خوجة، نتابع. من صحيفة عكاظ خبرا بعنوان 50 مثقفا وإعلاميا في مجموعة واتساب على رأسهم الوزير خوجة. دخل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة في مجموعة على الواتساب تضم ما يزيد على 50 عضوا من المثقفين والإعلاميين بمسمى نخبة الثقافة والإعلام، وتضم مسؤولين تحت مظلة إعلامية ثقافية. وأوضح صاحب الفكرة راشد الزهراني المحرر بصحيفة الجزيرة أن وجود عدد من أصحاب المعالي ونخبة من أهل الفكر والثقافة في المجموعة جعلها تخرج بالكثير من الأفكار التي تخدم الفكر والثقافة والإعلام. تفضل. شوف سعد، أنا عندي هنا ثلاث إشكاليات. أولا تعرف في السعودية ترى تداخل الصحفي مع الإعلامي مع الكاتب، مع يعني الصحفي يسمى كاتب والإعلامي يسمى مثقف، ما في ضبط المصطلحات. لذلك أنا سأتجاوز على النخبة، لأنهم قالوا نخبة، ما نخبهم إذا كانوا نخبة، يعني على أي أساس هم حطوا أنفسهم نخبة؟ الشيء الثاني، أنا أتمنى مثل هذه الأفكار تتطور، بدل نسوي مؤتمر أدباء ونخسر الدولة ملايين وملتقيات وكذا، إنه تكون مثل هذه الأفكار صفحة في الفيسبوك للمثقفين يتناقشون ويتحاورون فيها، صفحة في مثلا في تويتر يتناقشون فيما بينهم. هذه الميديا الجديدة، المناقشات من المنادمة يا دكتور، المنادمة لا، ولا يقول لك الحميمية والالتقاء بالأشخاص، كلام فاضي. بعدين يبتعدون عن صخب المدينة وضجيجها ويجمعون في مكان واحد. لا بدينا نلعب في الموس يا أبو سعد. لا أنا ما أبغى لعب فلوس، أنا أقول لك خلينا. أنا أعيش حميمية واللقاء، يقول لك بهجة اللقاء، بهجة اللقاء. فيجتمعون. أنا عجبتني الفكرة، أنا أبغى الواتساب، عجبتني الفكرة أنهم حطوا دوام في الواتساب، أنه من الساعة النقاش يبدأ من 11 إلى 4 العصر، ومن 7 إلى 11 في الليل هذا النقاش. لأن أنا عندي في جروبات الواتساب واحد يرسل الساعة 2 الساعة 3، ما في آداب الواتساب. وقد كتبت أنا مقال اسمه آداب الواتساب، أنه لازم تعود أنك ترسل في وقت معين. يهمني مثل هذه الملتقيات انها تتطور وخلاص، يعني يوصلون للوزير باسرع طريق، وان شاء الله الوزير يكون عنده وقت انه يعني يدخل 6 ساعات في اليوم. نعم. على الواتساب. طيب احنا خلصنا ذا الفقره، بنروح الى فقرتنا الثابته اللي كاتب الاسبوع. اعتقد عندك مقترح جديد لبدو اعلانه. نعم. المقترح في كتاب الاسبوع. المقترح هو انه يكون الفقره عنوانها مزين الكتب، زي ما في مزين الابل ومزين التيوس ومزين الغنم، إنه يكون مزين الإبل مزين الكتب. بعدين أنا للأمانة كنت أبغى أسوي فقرة اسمها مزين السمك لأني أحب جدة، ومزين الحمام لأني أحب بريدة. شوف بريدة وجدة كلهم بضم الأول. ترى لكن أنت قلبك بيصير شوارع ترى، وبعدين أوتيلات ولا يعني مواقف سيارة. لا مزين السمك والله. شوف الفكرة، ما تشوف دائما تدخل. طب إحنا خلينا في مزين الكتب. مزين الكتب لأن عايش تعطينا يعني فكرتين حلوه. اي والله مزين الكتب. كتابنا لهذا المزيون. المزيون ايوه، بس هالحين ولا بعد الفاصل؟ لا الان. الان طيب. صار تحب الفاصل. لا والله بس فرصه اشرب الشاهي، لانك تعاتبني لا تشرب شاهي. انت ما همك الفاصل، انت مزفلت حلقك تشرب في الفاصل وقبل الفاصل. طيب
الكتاب هذا والكتاب بين السجن والمنفخ. الكتاب هذا كله محاسن، لكن في عيب واحد انه غير موجود في الاسواق. بعدين لحظه تقول انت بتسميها مزاين السمك عشان جده او عشان الغربيه. انت الان عليك ماخذ الاسبوع الماضي شذرات الغزاوي من الغربيه، والاسبوع ذا عطار من الغربيه. اي لكن حجيب الاسبوع الجاي كتب من اخرين. والله جت ميلاد صدفه، والله ميلاد صدفه. هذا اللي جت بالناس. الناس ترى تفهم، وفي نخب قاعد تطالع. نخب، اهم شيء النخب في الواتساب. ها شوف، اهم شيء انه لا الواتساب ما لي علاقه. الكتاب كان امامي. الكتاب هذا جميل، مصدر جماله لغه العطار الباذخه والجميله، لغه يعني انا لو حبيت اقرا بس، ولا أنت تقرأ أحسن مني؟ لا تفضل. يعني مثلا هو يتكلم هنا يقول أنا كتبت الكتاب وأنا طرية العمر، كتبه في 20 ونشره وهو في قبضة الشيخوخة عندما أصبح أعمى، وكانت زوجته أم همام هي التي تقرأ له وتصحح ويعدل. كان يدون هو في فترات حياته. نعم نعم. هذا بين السجن والمنفى. السجن في مكة والمنفى الرياض عندما نفي إلى الرياض. اعتبر ذهابه إلى الرياض في لوري من جد من مكة إلى الرياض منفى. الكتاب عبارة عن تجربة رجل في السجن من مكة إلى الرياض، وبينهما من الطرق له قصة مع امرأة في مرات ذكرها هنا بمنتهى الحميمية. أيضا وجه رسالة الأم في هذا الكتاب، أنا لما نقرأها أبكي، لأنه تعرف مكانة الأم عندي، والله يحفظ لي أمي وأمك وأمهات الناس جميعا. العطار مؤسس عكاظ، هذا الرائد الكبير كتب الكتاب في مراحل متعددة في السجن، لكن أنا أعطي قصة وأعطي المشاهدين والمشاهدات قصة لعلها تشفع وتعطيك حياة السجن في ذلك الوقت. حياة كانت مليئة بالإبداع. القصة الأولى أنه كان يحرس رجل من البادية، وكان العطار من أهل مكة يطبخ، هو يطبخ بنفسه في السجن، فيقول أنه ما شاء الله العسكري هذا سريع، يأكل 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 بسرعة، وأنا أكل لقمة لقمة، فأنا يعني هو يأكل 20 لقمة وأنا توي في لقمتين، فأنا بتخلص منه ماني قادر. هذا المشرف علي العسكري يقول فعرفت من أصحابه أنه ما يحب الفلفل، وهو كتبه هنا بلغة أهل نجد، كتب الحبحر، كتب الحبحر وهي الفلفل. يقول فمليت الأكل حبحر، يقول صار حطه مرة أول يد، أول ما حط يده شعر بالحرارة فنفر من الصحن وتركه، خلاني أكل براحتي. فهذه القصة الأولى. القصة الثانية أنه كان مدير السجن شخص اسمه عبد العزيز الحيدي، وكان محب للأدب والثقافة، جمع ديوان شعر قصائد شعبية وأعطاها العطار وهو في السجن. قال أنا أدري أنك أنت هنا سجين عندي، لكن أدري أنك أنت أحمد عبد الغفور عطار الشاعر والأديب الكبير، فأتمنى يا ليت أنك تكتب مقدمة كتابي. كتب له المقدمة وهو في السجن، أول مرة أنه السجين يكتب مقدمة للسجان. جميل. أعطاه الديوان وكتبه، صدر الديوان. طبعا العطار كتب أنه بعد 20 سنة من طلوع السجن عزموا الحيدب، وزعوا الكتاب وشافوا وتنادموا وتضاحكوا حول السجين السجن، لكن قال أشهد لله أن الحيدب هذا كان معي نبيلا كريما، وأنا سجين وأنا طليق أيضا في الحالتين. جميل، انتهينا من الفقرة هذا. يستاهل العطار ينصح بقراءته. راح نروح فاصل أخير ونعود لكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. راح نروح لفقرتنا الثابتة وهي كاتب الأسبوع بعد مزايين الكتب. كاتبنا لهذا الأسبوع هو الأستاذ عبد الله بن بخيت، الكاتب في صحيفة الرياض، والذي كتب قبل ذلك في صحف أخرى أبرزها الجزيرة تجربة كانت ثرية، وعمل أيضا في الصحافة وعمل في قطاعات كثيرة. له آراء أحيانا جريئة تغضب تيارات غير التيار الذي ينتمي له. عبد الله بن بخيت اختار له مقال رجل الدين المسيس، نتابع. المقال من صحيفة الرياض للكاتب عبد الله بن بخيت بعنوان رجل الدين المسيس. يقول بن بخيت: السياسة تصوغ حياة الناس، ولكنها كائن متقلب لا يعرف كثيرا من المبادئ المستقرة. نشطت قبل 40 عاما مجموعة من الأحزاب الحالمة، بدءا بالشيوعية وانتهاءا بحزب البعث العربي.
الفرق بين أحزاب البعث والقوميين والناصريين والشيوعيين من جهة وحزب الإخوان المسلمين أن تلك الأحزاب كانت أحزاباً دنيوية، من السهل التحقق من إنجازات الأحزاب الدنيوية. فإذا وعدك أن يبني عمارة ستسأل بعد انقضاء المدة أين العمارة أو أين الوحدة العربية. لكن أن يأتي حزب ديني ويعلن أن برنامجه الإسلام هو الحل، كلام براق ووعد عظيم ولكن بلا معنى. اهلا وسهلا بكم من جديد. كاتبنا عبد الله بن بخيت، انت دائما تبدا بالمزايا ثم تنتقد. نعم، ولكن بس احب انوه على فكره، على شيء واحد، انه دائما احيانا نجيب الكاتب يكون له عده اعمال، مثلا يكون زي هاشم عبد الهاشم كاتب ورئيس تحرير، ناس عاتبوني انا وانت قالوا ليه ما تتكلم عن هاشم؟ لا، احنا ما نستطيع نتكلم عن اشخاص، نتكلم عن كاتب، عن علاقته بالكتابه، ولا احيانا واحد يكون وزير وكاتب ما له علاقه. عبد الله مثلا روايه، عبد الله روايه، يعني عبد الله عنه ككاتب صحفي. احسنت، عبد الله له روايه شارع العطايف لن نتحدث عنها، له هوامير الصحراء المسلسل الجميل هو اللي كتبه لن نتحدث. عبد الله له عده نشاطات، له عده في جمعيه الثقافه ايضا، انا اتحدث عن علاقته في القلم فقط، هذا اللي يعنيني. عبد الله بن بخيت للامانه يعني كاتب متالق وكاتب مشرق، واذا بدانا بالمزايا فسنقول انه عبد الله موضوعاته دائما تصب في اهتمامات الناس. صحيح انه من تقريبا من قبل 3 سنين او سنتين كان مقالاته كلها صراع مع الهيئه ومع التيار الديني، كان متوجه بشكل كبير. بعد ما راح لكندا عبد الله كانه استقر وارتاح شوي وبدا يتنوع، مره يكتب عن الثقافه، مره يكتب عن كذا، مره تنوعت مقالاته في هذه المرحلة من سنة ونص جاي تنوعت، فمقالاته قريبة من أذهان الناس. لا بس معلش، لغته يعني هذا أكيد يعرفك أنك، أنا استأذنك بس عشان الوقت، تفضل. أيوة، عشان لو يسوي. أحسنت. بعدين عبد الله أيضا جمله قصيرة ما يتعب القارئ، يعني أحيانا بعض الكتاب يعطيك الجملة في سطر كامل، هو جمله قصيرة. عبد الله أيضا من 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 مزاياه الجميلة أنه يرتكي على ثقافة. عبد الله قارئ، لما تقرأ له تجد سطور مقاله تشع بالكتب، تكاد أن تجد كل جملة مأخوذة من كتاب قارئ بشكل كبير. هذا ما يخص المزايا. أيضا الاستمرارية، عبد الله ما شاء الله كاتب يومي، كاتب أسبوعي، كاتب عنده دفق هاي، لياقة عالية في الكتابة ما شاء الله تبارك الله. لكن خلينا ندخل في العيوب، وأرجو أنه ما يزعل من عبد الله. قليل الاهتمام بالبلاغراف، يعني أنا أعطيك مثلا رجل الدين في المسيس، شوف كيف تقرأ هذا، ما في ولا سطر ولا فراغ. يمكن يكون الإخراج والجريدة ممكن يحاسب، أنا والي اللي بنشر، أنا لو أعرف رقم عبد الله كلمته سألته، لكن هذا كتلة إسمنتية لا تستطيع. فالقارئ يريد شيء يرتاح، هذا لما تنشره في الأجهزة الذكية في الواتساب وكذا ما حد يقدر. نعم صعب القراءة عليه. وبعدين الباراجراف دائما تجده يريح العين أكثر. أيضا عند عبد الله الجمل أحيانا لا تكون متجاورة، يعني المقال اللي قرأته هذا يعطيك الجملة ثم الجملة اللي بعدها لا تكون هي لها صلة باللي قبلها لكن ليس بتلك القوة. بقي آخر عيوب عبد الله، وهو أنه يعني ملاحظون من سنة يكتب من دون نفس، بمعنى أنه لم يعد عبد الله ذلك الكاتب المتحمس. يبدو يمكن لأن سقف الرياضة قل من الجزء، يمكن أنه استقر مع الرياضة ووقع معها عقد احترافي، فبالتالي يعني خلاص مثل اللاعب اللي ضامن عقده، فبالتالي تمريراته على الواقف. عبد الله الان مقالاته تمريرات على الوادي. المهم بقرا بس بعض العناوين، الذكاء المستند على الغباء، ايضا الرجل الدين المسيس قلناه، الصيام بين تورنتو والرياض، ايضا متى يكون العيد عيدا، الكاتب والمثقف، العوده للكتابه، فرصه سفر للمريخ الى اخره، الخميس والجمعه هي السبت والاحد، الحرائر، اشطب عروبة واكتب إسلام إلى لاحظ آخر. كلها في تنويعات في عموم الناس. بالعكس، عموما تحية وتقدير للأستاذ عبد الله بن بخيت، نتمنى له التوفيق. وبعدين احنا قلنا المزايا والعيوب. ونعم، ولا نتحدث يا أبو سعد عن كاتب هنا إلا وهو جدير، يعني الناس لا تعتقد لما نجيب بعض العيوب أنه طيب. لا هو قد جدير وقدير. طيب، عندنا جملة عبارة الأسبوع. أيوة، في نصف دقيقة. نصف دقيقة أبشر. عبارة الأسبوع هي لنا خصوصيتنا، أنا العبارة هذه تذبحني. هي العبارة لما تقول لنا خصوصيتنا ترى لا تعطيك أي ميزة أفضل، ليست لا تعطيك ميزة وأفضلية عن غيرك. بمعنى أفغانستان دولة حبيسة لا تحيط بها البحار من أي جهة، لها خصوصية. مالي أيضا كذلك، الموزة كذا عصا منحنية، هذه خصوصية لها، لكن لا تفضلها على التفاح، لا تجعلها أفضل من التفاح.
فعبارة لنا خصوصية ترى عبارة لا قيمة لها، ترى كل الناس في العالم لهم خصوصية. سعد أبو سعد له خصوصية أنه بطريقة ينفعل أحيانا، عنده جوال بشكل معين، كل إنسان شوف جوال مثل الحين بس مش تخفل. طيب خلينا نروح للفيديوهات. يبدو انه اليوم اهل ينبع حيكونوا سعداء، اهل الساحل كلهم، لانه دائما اهل ينبع ما نزعل يحبون كذا السمسميه. يعني هذا رجل يبث همومه للسمسميه، ما وجد احد يسمع له فبدا يتناغم مع السمسميه وحاضنها بصدره، الله يهنيه. طيب مقطع ثاني. هذول عادون الايام طاهر كتالوج والدفعه هذيك، الناس اللي تسميهم كذا محترفين على الرصيف، قاعدين على الرصيف يمارسون الطرب، وهذه مشكله انه لو كان هناك معاهد للموسيقى او معاهد احتواء مثل هذه المواهب انا متاكد ما يكون هذا حالهم. يعني هنا ممكن يزعجون الماره، لكن في فن عندهم. يعني ذكرونا يا ليت نستهدف جعفر ولا مدير للعزيزيه تلك الا انت ذهبت الى منحى اخر. يعني نشوف المقطع الثالث. السلام عليكم. الأوروبي في المطعم يقطع لزوجته ويأكلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حط ذا الحديث هنا في ذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم صدقة لقمة يضعها الرجل في فم زوجته. بس وين عندنا يقول الشرح حل الأربع، تحللت عظامك انت وياه، تحللت. شوف هذا الطفل الواعظ، وعظه جميل للأمانة، بداية موفقة، لكن في الأخير هو الآن يوصي أنه يكون الرجل لطيف مع زوجته. هو ما كان لطيف معانا، رمى الشماغ علينا كلنا. لا هو مفعل، يعني يبغى يوصل فكرته، هو يشوف الظاهر، يشوف انه الشعب رايح عكس الاتجاه. لا بس شوف رمى الشماغ علينا. طيب. كاننا مغسله، مو معقول. لا مو علينا يعني. وبعدين لاحظه فيها حديث، هو ايضا من الحميميه الزايده ايضا، تعرف الحديث اذا انتهى احدكم من طعامه فليلعق اصابعه او يلعقها. هذا موضوع الزوجه، مو ما عاد للزوجه الحين. احنا قلنا هذا الحديث في الحلقه الماضيه. طبعا في شرحه انه للزوجه والاصدقاء. في شرح، نعم. انا ما بدخل في الحديث، انت متخصص اكثر مني. راح نروح ايضا في مقطع اخر. الصبحي اجواء جميله تقرد بها العصافير، يا زينها من اجواء تنادي بها القرام والحب. نعم في الصبح يأتي كل شيء جميل في خيالك ويلبى قلوبكم كلكم يا حبايبي. أنت تذكر مقولتك تعالي نزرع النعناع في فم الأيام؟ أيوة. لا هذا كنت أقول تعالي نغرس النعناع. لا هذا لك أرقى من أرقى من هذا رجل. يعني سمع في الحداثة، دمه خفيف هو. مرة هو سمع في الحداثة فحب يسوي لها، أو إنه يبغى يسوي استقاطات يمكن. طبعا استهتار شعر الحداثة، شعر خرابيط، مع الأسف لأن شعر الحداثة دخلوا فيهم الأدعياء فلوثوا اللعبة. بس هو ما هو شعر خرابيط، في ناس شوهوا قصدك. إيه طبعا. طيب. دخلوا فيه مثل هذا يستهتر بالخرابيط. طيب نشوف المقطع.
السلام عليك. تذكرون مصة الفيران اللي قد حطيناها هنا؟ تعال جانا خالد. تعال يا خالد. سوى مصيدة من نوع ابن 66 كلب. شوف شلون جاب هذه، ما ادري شلون اشرحها. تعال اشرحها انت، وبكاد دخان ما ندخن بس عشان هذا يعني الحجم الكويس. يدخل الفار من هنا علشان يجي ياكل ذي، وتميل فيه ويطيح على اللزق حاطه تحت. وانصادت الحين ثلاثة، والاولات ذيك ما جابتنا ولا شيء. الى اليابان يا خالد، الى اليابان. شوف احنا حندخل، ما دام ما دخلنا تصفيات اليابان كاس العالم عبر اليابان بالكوره، ندخلها بصيد الفيران. يعني خطه جميله لصيد الفيران، بس ترى في معلومه الناس ينسونها دائما، ترى وجود الفيران في البيت دليل نعمه. لذلك لما جاءت امراه لهارون الرشيد قالت لقد غابت الفيران عن بيتي، وفهم الخليفه انه ما عنده اكل فرسل لها اكل. فانا ضد سيد. بس ايضا وجود الفيران يجيب الطعام، يجيب امراض طبعا، يجيب امراض طبعا، عشان انت اللي تنكب العالم الحين. ناخذ المقطع الاخير. شوف ها شوف ما خبرت وش سويت. ها اي انا خبله غبيه مريضه نفسيا، واسوي اللي بي وحساب حسابي. بس تدري وش اللي بيغبنك؟ اني بتزوج وغصب عن خشمك، وبتدفع بليله واحده 100,000 ريال، ينطح ريال ينباع، وبتقضى لي اللي بي، وبتسوق بي، وتب مشوار بي، وتوديني وين ما بي، وسنويا بتسافر بي. يعني زر امها وتفلسف على مخي، لانك بتدفع يعني غصب عن خشمي. اعوذ بك. وضع الدهوه. اي والله وضع. شوف تذكر محمد عبده قبل فتره هذا ما يكون من تفكيك الخطاب؟ الا تفكيك الخطاب. محمد عبده ما تذكر قبل فتره قال المراه النكديه؟ أنا أعتقد أنه مو بعيد عن الصنف هذا، لأنه إيش هو المرأة النكدية. هو طلع هاشتاج. أي تصريح محمد عبده. إيه بس يعني هو خالي من اللباقة، ولا يعني ناقص اللباقة، لكن قريب من هالصورة أنه المرأة لما تكون شرسة بهذا الشكل و لا هذه تستشرف. هذه لسه عن محمد يتكلم عن تجربة ماضية، هذه تستشرف أنك غصبنا خشمك. شكرا دكتور أحمد العرفج فقرة يا هلا بالعرفج. كنا مع الدكتور أحمد العرفج عامل المعرفة الكاتب الساخر. شكرا لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. غدا راح يكون يا هلا مع باسل الثنيان. أنا ألقاكم يوم الأحد في أمان الله.